ما ذكره المطران مستند على مقدمة المطران أوجين منا. المطران أوجين منا عملت بحث عنه من حوالي 15 سنة على المقدمة تبعيته، المقدمة التاريخية. المطران أوجين منا هو عالم لغوي. المقدمة تبعيته كتب فيها أشياء كتيرة، ولكن أهم شيء اللي كتبه هو ادعاءه، وطبعا ادعاء بمعنى قال شيء ولكن غير صحيح. قال أنه التسمية السريانية صارت تعني المسيحي منذ الأجيال الأولى. هالنظرية هيدي المطران أوجين منا أخذها من مؤرخ فرنسي مشهور اسمه كاترومير، يلي كتب أطروحة حول الأنباط، ميموار سور لي نباتيان، كتبها سنة 1835 على ما أعتقد. بهال أطروحة تبعيته كاترومير، معلش ما رح أقول أي صفحة وأي كذا لأنه كتبتها بعدة أبحاث، يعني ذكرتها بعدة أبحاث، اللي بيهمه الأمر بيقدر يعود لها. بيقول بكل بساطة أنه التسمية الآراميين، بيقول الآراميين قبلوا التسمية السريانية وما كان لازم يقبلوا التسمية السريانية لأنه تسمية غريبة، لأنه تسمية غريبة، ولكن قبلوها وتصاروا مسيحيين، وتصاروا مسيحيين الآراميين، وتصاروا مسيحيين قبلوها. وطبعا بيستعمل تعبير مثل يعني ما في أي برهان على هالشي، والبرهان اللي هو العالم كاترومير اللي بيقدمه بيقول في اللغة السريانية، في اللغة السريانية في عنا لفظين لكلمة الآراميين، في عنا أوروموية وأرموية. أوروموية بتعني الآراميين وأرموية بتعني الوثنيين. أوكي؟ فهو كاترومير سنة 35 بيقدم هيدا البرهان أنه التسمية السريانية تعني صارت تعني المسيحي، والتسمية الآرامية بتعني الوثني، والسريانية بتعني المسيحي. ملفونه يعني تصور أنه أوريدي تليفونات فيه، معلش لازم ناخذ تليفون كان عم يستنانا. تفضلي. مساء الخير. ألو، مساء الخير. أهلا، مساء النور. تفضل، مين معنا؟ سلام الكلخون، معكو شادي ريشة من إسرائيل. شاينو، أهلا وسهلا. نحن من أبناء الطائفة السريانية المارونية بشمال إسرائيل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عاد معكو فرقرام. من أي مدينة عم تحكي؟ من كفر برعم. أنا بالأصل، بس نحن عايشين بضيعة اسمها الجش. يا هلا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. بحب أسأل ملفونو هنري، إنه ذكر إنه المسيحيين بالشرق الأوسط بنتموا جميعا للشعب الآرامي، وهذا الشيء بيوحدهم لكل المسيحيين. سؤالي هو، هل المسيحيين هم شعب آرامي صافي أو انصهرت ضمن بقايا الشعوب القديمة؟ وشكرا لكم ولكل العاملين بالتلفزيون في الريو ساك. أهلا وسهلا فيك. نحن نحب نقولكم إنه نحن كتير مشتاقينكم، ونحن شعب كمان بنآمن إنه نحن شعب واحد، ونحن كتير مشتاقين إنه تيجوا تزورونا كمان هون بإسرائيل. شكرا لك، شكرا للمشاركة، وتحياتنا لكل أبناء والأحبة والأخوة اللي بالأراضي المقدسة. تفضل ملفونة. بصراحة في يعني أنا نشرت عدة أبحاث، وما في عندي أي شك بانتمائنا الأرامي. وطبعا المسيحية بكل الشرق
الأوقات في إخوة بيتضايقوا مني وقت بقول المسيحية بكل الشرق، بيقولوا لي الأرمن، بيقولوا لي الأقباط. نعم، عم بحكي بالشرق الأوسط، المسيحية كليتهم جذور آرامية، ما في أي شك بهالشي. يعني يلي بيدرس تاريخ الآراميين القديم بيعرف هالشي. عفوا ملفونه بس لحتى للتوضيح هون، ما عدا الأرمن والأقباط. طبعا 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 عدا الأرمن طبعا طبعا نعم. يعني نحن منا متعصبين لهالدرجة هيدي. نعم. طبعا الشعب الأرمني هو شعب هندو أوروبي، والشعب الأقباط معروف وين موجودين. الأراميين ما وصلوا، يعني ما وصلوا على مصر، وتاريخهم واضح. يعني وكمان مرة بقول هالشي استذاذا إلى الوثائق العديدة يلي كل، يعني كل إنسان بيقدر يطلع عليها. نعم. وهالشي اللي عم بقوله منه سر، يعني كل واحد بيبحث بتاريخنا بتاريخ الشرق القديم بيعرف هالشي، الوجود الأرامي، الدول الأرامية. إذا الجواب على سؤال الأخ إنه طبعا. نعم. طبعا. بس عفوا في شغلة سؤاله كتير إنه طبعا نحن منا، مش إنه كل واحد أرامي اليوم 100% هو أرامي. في مناطق هي أرامية معروفة، وأنا بعتذر صعب إنه نشرح الموضوع هيدا. نعم. ولكن بالكتابات تبعيتي عدة مرات شرحتها بتفصيل. يعني أنا رح أخذ مثل، معلش رح أخذ مثل منطقة بتعز على قلبنا كليتنا، يلي هي منطقة بيت نهرين، الجزيرة السورية. نعم. يلي هي الجزيرة السورية. نعم. هالمنطقة التاريخية مثلا ولا مرة، يعني بيت نهرين سوري للمشاهد، ولا مرة أطلقت تاريخيا بيت نهرين على العراق. يعني بلاد بابل ما كانت ضمن بيت نهرين. نعم. أوكي. فأنا عم بحكي عن بيت نهرين الحقيقي. فهالمنطقة مثلا اللي بيعرفوا تاريخ الشرق القديم كان فيها شعب اسمه الشعب الميتني. الشعب الميتني شعب عظيم جدا، شعب هندو أوروبي. بال1600 تقريبا استولوا على المنطقة، وكان في وجود حسي بالمنطقة كمان، في صراعات بيناتهم، ولكن هن سيطروا على منطقة الجزيرة، على منطقة ما كان بعد اسمها بيت نهرين. سيطروا عليها وبقيوا فيها 400 سنة. وحتى سيطروا على بلاد أشور القديمة، ولكن هل في بعض المؤرخين بسموها حتى امبراطورية الميتني. السؤال مش هون، السؤال انه بعد ما انتشروا الآراميين بكل منطقة الشرق الأوسط وسيطر حوالي 1200 سنة قبل المسيح، هالمنطقة اللي كان اسمها منطقة الميتني اللي هي شعب هندو أوروبي، هالمنطقة صارت منطقة آرامية. نعم. وعبر وبقيت أكثر من 1000 سنة، 1500 سنة منطقة آرامية. ومنا إجا مار أفرام، ومنا إجا عظماء أدبائنا السريان الآراميين. فهيدي منطقة نحن امتداد لهم، وطبعا تحية للجزيرة طبعا. فطبعا كمان تليفون دكتور، يعني ملفون وهاجي تليفونات من بداية الحلقة، لأنه معنا موسوعة طبعا علمية وتاريخية. لا أنا بليز ما بحب هالكلمات موسوعة، لا أنا باحث بالتاريخ. نعم. باحث أمين وهيدي القوة تبعيتي بعتقد. نعم. مش غير شيء. نعم. مساء الخير، مين معنا؟ شلونو؟ شينو؟ بريخ رمشو؟ بريخ طوبو؟ كيفي مشغلنا عمال فاون عربي؟ فقود؟ شلونو عمال فاون عربي؟ من كي تعمينا؟ جوزيف باريشو. أهلا وسهلا بشينو. أهلا وسهلا. بسؤال لما فاون عربي، متى أطلق الاسم السرياني على الآراميين، وكيف قبله السريان؟ حلو. هذا سؤالي ملفون هاري، واتمنى جاوبنا عليه بكل وضوح. يعني حتى هذا سؤال، يعني سؤال مهم للسريان الاراميين بالعالم كله، يعني سؤال مهم هو اللي يكون توضيح له. اوكي مضبوط. يعني صحيح. شكرا لك. اهلا وسهلا. صراحة بابا بدي جاوب. آخر مرة عملت محاضرة بالسويد بستوكهولم، كانت عن ميزوبو، عن بيت نهرين. وإجتني الأسئلة كليتهم عن هويتنا السريانية الآرامية. ما بستغرب صراحة، ما بستغرب. السؤال اللي سأله الأخ، التسمية السريانية
يعني بالفعل واحد لازم يكون باحث، لازم يتمحص، لازم يتأكد من أمور عديدة قبل ما يغامر ويقول أشياء غير صحيحة. بعطي مثل بسيط جدا، في عنا أخوة لقلنا مشهورين بغيرتهم القومية، بمحبتهم ويعني بانتصارهم على كمان بغيرتهم القومية، يعني بالفعل ما عنده انتماء طائفي، ونحن بصراحة